تتحدث عن أهم ما في الوجود بالمطلق العامل الإنساني عن خبرائنا ومؤهلاتنا البشرية. وفي الحقيقة اللي كنت بديت كنتكلم عليه هو خلق واحد البيئة صناعية اللي تمكن بأنه ندمجوا الكفاءات المغربية، والحمد لله الآن تواجد هذه المقاربة المغربية تمكن بأنه نبداو هذا اللي بدينا بالساهل من الفوق نازل لتحت، ومن التحت شنو بغينا نديرو؟ بغينا نطوروا واحد الشراكة ما بين ما هو جامعي وما بين هو خاص وعمومي باش نتمكنوا نطوروا اللقاحات من الصفر. وحنا عندنا واحد التراكم معرفي، عندنا واحد شركتين في المغرب اللي كيطوروا لقاحات بيطرية 100%، وهذاك اللي كان على المدى البعيد. إذا حنا ملي كنشوفوا هاد الاتفاقيات وكنديروا قراءة دقيقة شنو كنقراو فيها؟ بأنه المكانة ديال الباحث المغربي مهمة جدا، غادي نخلقوا واحد البيئة دامجة للصناعة الدوائية المغربية البيولوجية، وهذا شيء مهم. كيفاش غادي نديروا ديك الشيء؟ وهذا الشيء هذا مهم باش يعرفوا الجمهور العريض والاهميه ديال هاد الاتفاقيات، هو انه في المغرب الان بين كاين اراده سياسيه واضحه وراء هذا المشروع هذا، وهذا شيء جميل جدا ومهم جدا. كنظن قليل من الدول في افريقيا عبرت عليه ولا في العالم عبرت عليه، لان اعلى سلطه في البلد كتكون وراء ذلك. الشيء الثاني، كاين واحد الرؤيه متكامله مندمجه لجعل البيوتكنولوجيا رائده في المغرب وراءها صاحب الجلاله، وهذا شيء جميل جدا. وانا اللي خدمت البيوتكنولوجيا لسنين سعيد جدا بهذه القضيه هذه. الشيء الثالث اللي مهم هو باش الناس يتاكدوا منه يكون زعما موضوعي، هو أنه الباحث المغربي سيكون في صلب ذلك. ربما في الأول ما عندناش هذه الإمكانيات كلها البشرية، ولكن ملي عندو هذه العملية هذه إن شاء الله ونقل التقنيات، كنظن بأنه في المغرب كاين كفاءات كبيرة اللي نستعملوها، وكذلك المغرب عنده كفاءات في العالم كامل اللي يمكن له يجيبها. إذا هو ملي كنديروا قراءة كاملة كنظن بأن العنصر طيب البشري من واقع تجربتك بروفيسور الإبراهيمي، إلى ما يحتاج خبراؤنا لكي ربما ينبغوا أكثر يبرزوا أكثر، تحتاجون إلى ماذا بالضبط؟ إلى شراكات من هذا النوع، إلى بحث علمي أكثر، إلى ميزانية أكثر؟ وفي الحقيقة أنا باش نكون صريح وبكل تلقائية، هذا ما كنا نطالب به، هذه الصراحة، هو تكون واحد إرادة مولوية سامية لهذه القضية هذه، لأن ملي كنقرا بلاغ واضح كيقول بأنه في المغرب وتحت القيادة السامية صاحب جلالة البيوتكنولوجيا ستكون من الأولويات، المغرب سيكون رائدا محليا وكذلك قاريا وعالميا، هنا طيب. التوجه كاين. الشيء الثاني الكفاءات موجوده، بالنسبه للتمويل موجود، كنظن هنا كاين الحمد لله الضغط علينا والتحدي مرفوع، ان شاء الله سنقوم بذلك وسيكون اللقاح المغربي قريبا ان شاء الله.